ستريتشكو كاتانيتش اسم لمع في سماء الكرة العراقية كمدرب للمنتخب العراقي. هذا الأسبوع نجح الاتحاد العراقي لكرة القدم في تجديد عقد المدرب السلوفيني لعام آخر. الناطق الإعلامي للاتحاد هشام محمد تحدث عن ظروف تجديد عقد كاتانيتش وقال أن الاتحاد اجتمع مع وكيل أعمال المدرب في محافظة أربيل من أجل بحث تجديد العقد والاتفاق على بعض التفاصيل والبنود، وقد تم الاتفاق على تخفيض جزء من رواتب المدرب السابقة وكذلك من قيمة العقد الجديد والذي سينتهي في 30 من أغسطس لعام 2021. نستعرض اليوم أبرز أرقام المنتخب العراقي تحت قيادة كاتانيتش في جميع المسابقات، حيث تعد مسيرة المدرب السابق للمنتخب السلوفيني ناجحة إلى حد الآن مع المنتخب العراقي، حيث تولى السلوفيني قيادة منتخب أسود الرافدين منذ شهر سبتمبر 2018 وخاض مع المنتخب العراقي 15 مباراة منذ ذلك الوقت في جميع المسابقات. العراق فاز مع مدربه في 8 مباريات في جميع المسابقات وتعادل في 4 وخسر 3 مباريات فقط، سجل فيها أسود الرافدين 19 هدفاً ودخل شباكهم 12. أما ودياً فلعب المنتخب العراقي مع كاتانيتش 6 مباريات، حقق الفوز في 3 منها وخسر مباراتين وتعادل في 1. تعد كأس آسيا 2019 والتي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة أول بطولة رسمية لمنتخب العراق مع كاتانيتش، وحقق المنتخب في هذه البطولة القارية أرقام جيدة حيث فاز الفريق في مباراتين من أصل 3 في دوري المجموعات وتعادل في أخرى قبل الخسارة في الدور ربع نهائي بهدف دون رد. قدم المنتخب العراقي مشواراً محترماً في كأس الخليج العربي خليجي 24، حيث احتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد فوزين وتعادل، لينسحب العراق من نصف نهائي البطولة على يد البحرين بطل خليجي 24 بعد التعادل 2-2 خلال الوقت الأصلي والأشواط الإضافية، ليحسم الأحمر البحريني تأهله بركلات الترجيح 5-3. لم يذق أسود الرافدين طعم الخسارة حتى الآن في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث فاز العراق في 3 مباريات وتعادل في 2 في التصفيات المتوقفة حالياً بسبب جائحة فيروس كورونا. منتخب العراق الآن يتصدر المجموعة في التصفيات المزدوجة برصيد 11 نقطة، متقدماً على البحرين في المركز الثاني برصيد 9 نقاط وإيران في المركز الثالث ب6 نقاط وهونغ كونغ في المركز الرابع برصيد 5 نقاط. بهذا نختم مشاهدينا جولتنا الرياضية، نلقاكم في موعد جديد في أمان الله.